بالنسبة إلى سنة 23 عدت على البشر سبحان الله زلازل ومأساة فقر، وبنفس الوقت مجاعة شوي صار عند البشر وخوف. نسأل الله أنه الله عز وجل يهيئنا بال 2024 شيء أفضل وتكون سنة خير، ونسأل الله أنه الله عز وجل يولي علينا خيارنا، أنه رجل رشيد أنه يوحد هالبشر كلياتها تيصير رب العالمين. والله كانت سنة صعبة شوي وقاسية على البشر، يعني بشكل عام سنة زلازل وعواصف، وكانت فيها كثير أمور صعبة ونزوح يعني، وأمل تكون إن شاء الله يعني سنة خير ومضت على أمة البشر كلها إن شاء الله. والله أمنيتي أمنية كل يعني الشعب الموجود بهون يكون سنة إن شاء الله سنة خير، ونرجع لبلادنا ويعم الأمن والأمان، يعني يكون إن شاء الله سنة أحسن من اللي مرت وأحسن من اللي راح. الله، أول شيء كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن وأحسن، نتمنى نكون حقق أهدافنا، ننتصر بثورتنا المجيدة. طبعا يمكن هي بنقول على طول كفي نحن على صحتنا، كفي نحن مع أهلنا، ما صار معنا زهايمر، ما صار معنا، ما أخذنا أدوية كيماوية، ساعتنا على صحتنا وعم عملنا، عم نروح ونجي وعم نشتغل. يعني يمكن أوكي كان في أيام فترة الزلزال كانت الأيام كتير صعبة، بس كمان بنقول الحمد لله بنضل بين اللي بنحبهم وناسنا واهلنا، وهذا الشيء كثير بكفي. انا بتوقع انه كمان الحمد لله على كل سنه نحن موجودين بصحه وعافيه. انا سنه 2020 كان كله ماساه وهيك، بس سنه 2024 بتمنى انه يكون عندي محل جديد وصبايا حوالي، رفقاتي، نفتح صفحه جديده ومشروع جديد، وهذا هو العالم يكونوا مبسوطين. الحمد لله عايشي مهجري، شو بده يكون الواحد؟ والله امنياتي انه الواحد يرجع بلاده، اتمنى ان يرجع بلدي.